السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المتابعة الخاصة من قناة الرافدين، حيث نناقش في محورها الأول تظاهرات ثورة تشرين، حيث يستمر الزخم الشعبي للتظاهرات لا سيما مع الدعم الطلابي والنسوي لها، وبالإضافة إلى ذلك رفض منتفضي تشرين لأي حكومة تأتي بها إيران والميليشيات والأحزاب والإصرار على إسقاط النظام السياسي برمته. في المحور الثاني لدينا في هذه المتابعة الخاصة سنتحدث عن تداعيات ومآلات الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وتبادل القصف بين الجانبين، حيث قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مواقع لميليشيا حزب الله وميليشيات الحشد بشكل عام في العراق. سيكون معنا في هذه التغطية في محورها الأول من بغداد الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، ومعي في الاستوديو الأستاذ شهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أهلا بكم أستاذ شهو. تحياتي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أبدأ معك أستاذ شاهو بالنقاش عن ثورة تشرين، حتى هذه اللحظة يستمر الزخم، كيف تابعته في ظل كل المجريات على الساحة العراقية من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية كذلك؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام وللضيفة الكريمة. حقيقة المظاهرات أكدت واقع جديد بأن هناك عراقين، عراق العراقيين وعراق الإيرانيين. هذا الواقع لم يكن واضحا أو مكشوفا بهذه الطريقة في السابق، بل كان غامضا. كان هناك ديمقراطية شكلية، كان هناك قادة وطنيون كنا نراهم يتحدثون عن السيادة والوطنية والخدمات والمواطن العراقي، ولكن بخروج المظاهرات العراقية وبمواجهة الشارع لهذه الطبقة السياسية، وخاصة أن مظاهرات تشرين تميزت بمشاركة كافة شرائح المجتمع، يعني أنهت الطائفية التي حاولوا ترسيخها في المجتمع خلال 16 العام الماضي، وبالتالي كشفت هذا الواقع وهذه الحقيقة المؤسفة بأن العراق الحالي ليس هو عراق العراقيين، بل هو عراق تابع لإيران. بسبب ماذا؟ نحن لا نلوم، قد لا نلوم إيران على سياساتها العدوانية، كل دولة تفكر في مصالحها، ولكن بسبب الأطراف الداخلية المحلية، الأحزاب الدينية، الميليشيات التي قبلت بأن تكون العراق كمصدر تهديد لجيرانها بسبب وجود الصواريخ وبسبب وجود النفوذ الإيراني في العراق. هذه الحقيقة مهمة جدا، المواطن العراقي كشف هذه الحقيقة، وبالتالي لا يمكن إقناعه مجددا بأن يعود من جديد وينتظر إصلاحات شكلية أو إصلاحات قد تكون بها هذه الطبقة السياسية. الفكرة الأهم بعد هذا الحقيقة، بعد كشف هذه الحقيقة ومشاركة أطياف أخرى في المظاهرات، الآن نرى أن هناك محاولات لإعادة عادل عبد المهدي إلى المشهد، محاولات أخرى، رئيس الجمهورية يتفق مع أطراف شيعية هي جزء من الأزمة أو جزء الرئيسي من الأزمة، لاختيار مرشح آخر لرئاسة الوزراء، الحكومة المؤقتة. هناك أيضا أخبار أخرى بأنهم يريدون اختيار أكاديمي حتى يكون يحظى بقبول الجماهير، ولكن هم يقفون وراءه ويقومون بتحريكه. إذن كل السيناريوهات إلى الآن، عودة عادل عبد المهدي، اختيار شخص آخر البديل، كلها سيناريوهات سلبية بالنسبة للمواطن. المواطن يرى أن هذه السيناريوهات لن تحقق له ما خرج من أجله، وبالتالي ما هو المطلوب؟ هو الاستمرار في هذا الزخم الشعبي، وهم يعولون على إنهاء المظاهرات عن طريق هذه الوعود وعن طريق التهديدات، و سوف يتحسن الأمور والوضع، البلاد يمر في مشاكل مالية الآن، حتى مشاكل مالية، ولكن حتى هذه المشاكل المالية ومشاكل النفط والمشاكل الأخرى الأمنية المواطن ليس مسؤولا عنها. صحيح. من حكم خلال الأعوام الماضية ولم يكن لديه أي رؤية أو استراتيجية هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع. سأعود لك بعد قليل. الآن تنضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك دكتورة ذكرى. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذه التغطية ولضيفكم ولجمهورنا الكريم. أهلا وسهلا دكتورة. بداية، يعني استمعت إلى حديث الأستاذ شاهو القرداغي قبل قليل،
هل يمكن لهذه الأحزاب أن تعيد العراقيين إلى المربع الأول بإقناعهم أنها ربما قادرة على إعادة بناء العراق بالشكل الذي يريده العراقيون؟ نعم، للأسف لم أسمع حوار الأستاذ ضيفكم الكريم. نعم، نتحدث عن عودة الأحزاب أو محاولات الأحزاب لإعادة العراقيين إلى الوراء، يعني بمحاولاتهم لطرح أسماء معينة قد تكررت أو إخراج شخصيات من نفس هذه الأحزاب، هل يمكن أن تنطلي هذه المحاولات على العراقيين؟ لا، مستحيل، لأن هؤلاء حقيقة انكشفوا منذ سنين، يعني هذه السنين الأخيرة، يعني 3 سنين أو 4 سنين الأخيرة، وبالأخص ثورتنا أيضا أزاحت عنهم هذا الرماد اللي أو هذه اللمعة والبهرجة اللي هم طالين نفسهم بها، يظهرون أمام المجتمع أنهم مصلحين وهم سينقذون البلد ويصلحون الوضع، لكن في الحقيقة اللي هي انكشفت آخر يعني هاي السنة الأخيرة، يعني في نهاية 2019 بداية ثورتنا و2020 انكشفوا تماما، يعني بعد أنه حتى ظهرت من خلال يعني تغريداتهم وتصريحاتهم بالتلفزيون هم القتلة، واعترفوا بنفسهم بلسانهم على أنفسهم. فهؤلاء مستحيل ومن سابع المستحيلات أنه يصلحون هذا البلد ويصلحون الإنسان العراقي والمجتمع العراقي. حقيقة هم الطامة الكبرى في هذا المجتمع، كلهم لما وصل العراق لهذه المرحلة، يعني أبسط شيء، الآن العراق في أزمة في أزمة اقتصادية، المفروض أن رواتبهم تقلل أو تقطع، أو في طريقة أخرى أن بعض الامتيازات مثلا تقلل، يأتون على المجتمع. نية أحزاب السلطة دكتورة ذكرى، نية أحزاب السلطة الاتجاه إلى تقليل رواتب الموظفين، يعني ما ذنب الموظف أن يتم خصم راتبه إلى النصف ربما أو أكثر من ذلك في سبيل أن يبقى الوضع الاقتصادي، يعني ربما هو على شفا الانهيار لكن يبقى في وضع بين الموت والحياة، لماذا لا يقومون باقتطاع هذه النسب بمليارات الدولارات التي يتحصلون عليها بامتيازاتهم حصاناتهم وكل الرواتب التي يأخذونها، لماذا لا يتم اقتطاعها بدل ما يقتطع من راتب الموظف البسيط؟ نعم صدقت، المواطن أو الموظف البسيط حقيقة هو أيضا أصلا يعاني منهم، لأنه هو أصلا الراتب لا يكفي مستوى الغلاء، يعني غلاء السوق العراقي، الغلاء فاحش جدا، يعني تصور نحن وأدواتنا وسياراتنا أغلى من أمريكا وأغلى من أوروبا، يعني لماذا هذا الإهمال للمجتمع العراقي؟ يعني الموظف يعاني اولا لا راتب زين ولا امتيازات زينه ولا تقاعد زين، وبنفس الوقت ولا حتى قطعه ارض ولا تامين صحي للموظف. زين ليش؟ يعني سوى الموظف خطيه لهذا سنين خدمه، وانتم تجيبون الربحاوي تنطوه مليارات الدولارات تطلع له للربحاوي والهم ايضا رواتبهم. والسجناء اللي 3/4 السجناء مع احترامي للطيبين والجيدين اللي هم 3/4 كانوا قتلة بزمن النظام السابق، كانوا شراق، طلعوا سووا نفسهم ورجعوا للدوائر بياخذوا رواتب اعلى من الموظف اللي هو قتل نفسه 40 سنه 35 سنه بالخدمه، فاني نفسه ويعطي علم ويعطي خبرات، وراتب الرفحاوي يجي اعلى من عنده، والسجين الكاذب اللي هو رجع للدائره بياخذون مدراء ومدراء عامين وحتى وكلاء وزراء وحتى مستشارين. طيب. والموظف البسيط صعب أن يخلوه بهذه. سأعود لك بعد قليل دكتورة ذكرى إذا سمحت لي. أستاذ شاهو، أدخلوا العراق، هذه الأحزاب أدخلت العراق في أزمات كثيرة، إن كنا نتحدث عن أزمات اقتصادية أو أمنية أو غيرها، لماذا على المواطن العراقي أن يدفع ثمن أخطاء هؤلاء؟ دائما هم لا يتحملون المسؤولية طبعا، وحتى الآن الأزمة المالية التي سوف يقع فيه العراق أو سوف يدخل في نفق مظلم، لأنه في غياب السياسات الاقتصادية، عندما نرى التقارير التي تتحدث عن نهب المليارات الدولارات ليس فقط إلى الداخل العراقي، يعني ليس فقط من أطراف داخلية، يعني الآن لدينا مساعدة عراقية لنظام السوري بشار أسد والميليشيات التي تقاتل هناك، مساعدة عراقية لميليشيات حزب الله اللبناني، حزب الله اللبناني لديه شركات ولديه حصص داخل وزارات في العراق، وبالتالي هذه الأحزاب هذه الأطراف قامت بتشكيل يعني بناء مبني على الفساد. الآن الأطراف السياسية التي لديها حصص داخل الحكومة بعد ظهور الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط لا يوجد أي طرف مستعد للتخلي عن هذه الميزات والمنح والمكاسب المالية.
من أين يتم ملء يعني الفراغ، ومن أين يتم معالجة المشكلة؟ طبعا لا يجب أن يتحمل المواطن مسؤولية هذا الأمر، يعني كما في السابق المواطن يتحمل مسؤولية كل الأزمات والمشاكل الاقتصادية، الآن أيضا هذه الأطراف غير ليس لديها أي استعداد للتخلي عن هذه الميزات المالية. لماذا؟ منظومة الفساد منظومة معقدة جدا، يعني هذه كل ميليشيا لديه قناة فضائية، كل ميليشيا لديه ذراع مسلح، هذه القناة الفضائية والذراع المسلح والجانب الإعلامي والسياسي والاجتماعي، كل هذه المجالات تحتاج إلى تمويل. هذا التمويل من أين يأتي؟ يأتي من تهريب النفط، النفط بشكل غير مشروع، ويأتي من السرقات الموجودة في الوزارات التي يحصلون عليها، ومن المناصب التي يتم توزيعها أثناء تشكيل الحكومة. لا يمكن لهذه الأطراف أن تتخلى عن هذه الأذرع المالية. كسبت ود وولاء المواطنين، بعض المواطنين الفقراء عن طريق المال. إذا لم تدفع المال تخسر هؤلاء الذين تجمعوا حول هذه الميليشيات. يعني الآن من يقاتل في داخل ميليشيا لماذا يقاتل؟ لأنهم لم يقدموا فرص عمل وقدموا التجنيد في الميليشيات. فالمواطن الفقير الذي يعاني من الجهل أصلا بسبب عدم وجود مؤسسات تعليمية تجعله يدرك أن هذا الطريق ليس طريقا صحيحا، هذا الطريق طريق خطأ، وبالتالي يذهب يختار هذا الطريق في مقابل مبلغ مالي، يعني هو حقه أن يأخذ مبالغ أكثر في هذا البلد من حق النفط ومن حق الثروات، ولكن يقبل بهذا الأمر. لديهم هذه الأذرع العسكرية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي غير مستعدين للتخلي عنها، لأن التخلي عن هذه الأذرع يعني بداية انهيارهم، وبالتالي هم يحافظون على هذه الأذرع على حساب ماذا؟ على حساب زيادة معاناة المواطن الفقير الذي يعاني أصلاً من مشاكل مالية، من مشاكل أمنية، من مشاكل اقتصادية، والآن يزيد العباء عليه، وبالتالي هؤلاء ليسوا على استعداد أن يتحملوا مسؤولية أخطائهم. يعني هؤلاء عندما جاءوا إلى الحكم، وحتى الآن عندما تتحدث مع أي شخص قيادي من هؤلاء القيادات الموجودة في بغداد، تشعر أنه لا يمتلك رؤية مستقبلية، يفكر فقط في الآن، استمرار تدفق الأموال إلى الخزينة الخاصة، إلى المصالح الشخصية والحزبية والأجندة الخارجية، ولا يفكر في الخطوة المستقبلية. يعني عندما تسأله العراق بعد 5 سنوات لا يدري، بعد سنة لا يدري، يعني لأنه لا يكترث. هو إذا حصل أزمة حقيقية يذهب إلى المكان الذي جاء منه، ويبقى المواطن هو الذي يتحمل أعباء الديون الذي يأخذونها من الخارج، وأعباء المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية كلها. دكتورة ذكرى، يعني الآن كما تحدثنا عن الأزمات التي يدخل بها العراق، الأزمة الصحية هي واحدة من هذه الأزمات التي يعاني منها العراقيون. دخول فيروس كورونا إلى العراق جاء نتيجة الإهمال المتعمد بالسياسات الخاطئة كذلك التي تتبعها أحزاب السلطة في التعامل مع هذا الفيروس الذي فتك بأرواح كثيرة من البشر واعتبر وباء عالميا. اتبعت هذه الأحزاب نظام، طبعا النظام المؤامرة أيضا، بعض الشخصيات الموجودة ضمن هذه الأحزاب، وش معنى نسد الحدود مع إيران؟ ليش بس إيران تريدون نسد الحدود وياها؟ وكأن الموضوع هو مؤامرة دولية. الاختصار شديد، هل كان لينتشر هذا الفيروس في العراق لو كان هناك سياسة متبعة من قبل هذه الأحزاب في تأمين الحدود؟ هل كان ليؤثر على حياة العراقيين لولا السياسات الخاطئة؟ أحسنت حين شخصت أنه مقصود هذه نقل الفيروس إلى العراق. حقيقة هم نفسهم يعني يريدون أن يدمروا العراق من كل الجوانب، كل الجوانب الاقتصادية والصحية، كل مجتمع والطائفية، والدليل هم اللي جابوا هاي الأمور. يعني حقيقة العراق ما كان بي ولا حالة فيروس لولا هذا الإيراني المعمم الذي جاء إلى النجف ونقل إلى أصدقائه، وأصدقائه تناقلت من خلالهم إلى المجتمع الناس الآخرين. وأيضا كم زائر جاءوا في كركوك 3 وفي سليمانية 1، كلهم جاءوا من إيران. هؤلاء مير الحدود، يعني رغم كل المطالبات، رغم حتى المتظاهرين كانوا انه يهتفون بهذا الموضوع، وكنا ننزل تغريدات بكل وسائل الاتصال انه اغلق الحدود، لانه ما معقوله هذا وباء ينتشر لكل العالم، واحنا بلد تقريبا نظيف، يعني الحمد لله، لانه احنا بيئتنا شمسنا حاره وتراب موجود، الفيروسات قلما تجينا للعراق.
حقيقة هؤلاء متقصدين أن يدمرون البنية العراقية، يعني من خلال البنية الإنسان الجسدية والصحية أو البنية الاقتصادية أو البنية الفلية. هل سيؤثر هذا الكلام على العزيمة والإصرار لدى ثوار تشرين في الاستمرار في ثورتهم؟ يعني لا نقلل من خطر هذا الوباء، ولكن أيضا هل سيؤثر نفسيا معنويا على استمرار زخم التظاهرات؟ لا بالعكس، ان شاء الله نحن اقوياء رغم هذا. يعني حقيقه هناك، يعني ان اقول انه عندما يكون بالمجتمع او مشكله على كل الاطراف انه تتحمل هذه المشكله، ليس فقط الطب او الممرضين والاطباء والداخليه مثلا، لا، لكن الكل انسان هو من موقعه انه يحاول ان يعني يدافع عن هالوطن، لانه هو وطنه وعايش به مهما كان الوطن. اذا يعني شفت تلاحظ الصين كيف استنفروا، تلاحظ امريكا كيف استنفروا، وحتى قطعوا طرقهم مع اوروبا، قطعوا كل اتصال وحتى الجباعات. فالانسان هو المفروض يحافظ على بلده. فبالنسبه للثوار يعني هم متحفظين، يعني هناك نوعين من التحفظ. اولا اللي في الساحات بالتأكيد هم يلبسون كفوف ويعني يلبسون الكمامات تقريبا، وهم بنفس الوقت خايفين انه لا تروح الساحات منهم انه يدخل الاعداء او ذول المرتزقه ان يدخلون في ساحاتهم يخسروهم اياه، لان هم مرابطين. يخشون انه تروح هاي الارض. بنفس الوقت هناك الحلقات التثقيفيه بهذا المرض لكل الثوار وكل الوافدين اللي يزوروهم واللي الناس المنتفضين والمتظاهرين معهم. بنفس الوقت هناك متظاهرين يعني يروحون ويرجعون بتحفظ، يعني يقول لك انا ما اقدر يوميا اروح، ليكون عندي انا انقل هذا الشيء الى المجتمع. فاني اخاف اني كوني ثائر، كوني انسان اريد ابني مجتمع نظيف، فما المفروض اني اسبب خساره او اذيه هذا المجتمع. فهناك حذر، يعني يذهب في ايام معينه ويرجع في ايام معينه، وبنفس الوقت حذر ايضا من هؤلاء المرتزقه اللي هم مستمرين بيصيدون، تصيد الناشطين والفنانين والاعلاميين والمثقفين. يعني هاي اليوم انا اجاني اسم هسه قبل ما اجاني الولد اسمه ساد، شفت شخص يعني متدين رايح بيصلي قاتل. اسمه من جديد دكتور اذا سمحتي؟ اسمه شنو؟ قبل ساتشت بندر، وقبل ايضا قبل عبد القدوس فنان من اصدقائنا طبعا والوسط الفني بحيث كلش متاثر. وبنفس الوقت عندنا اديبين يعني من اصدقائي مازن انسان وشاب شاب يعني جميل بشكل وجميل اخلاق وخلق اخ عزيز انه، يعني مع الاسف مختصيت معنا خلال هاي الثلاث ايام. ايضا توفيق هذه المحاولات يا دكتوره باستهداف شخصيات بعينها، هل ستنجح في كسر شوكه الثوره؟ ما بالتأكيد، لا أبداً أبداً، يعني مستحيل تنكسر شوكتنا. يعني كل ما يروحون، أنا يعني أمس واليوم بدا أفور على هاي الشخصيات اللي بدها تروح حقيقة، وأتمنى أنه يعني نبدي بيدينا هيك ما خالبنا نغير بالمجتمع بالقوة، يعني بأي طريقة كانت، بأي طريقة نحاول نغير. ولو نبقى أمرنا ونبقى شقد ما يقتلون بنا وشقد ما يأذونا حقيقة إحنا نبقى لازم نغير، لازم نغير مجتمعنا، لازم يتغير. اليوم وصلتني معلومة عن شاعر حقيقة ما أرد أفصح بيه لأنه راح أني أسوي ندوة عن هذا الشاعر. شاعر هز العراق، هز بأشعاره، الآن فهمنا أنه هو إيراني وكان يحكي على العراق، وهو بنفس الوقت مسمين اتحاد الأدباء باسمه أيضا، وبنته براسنا تصعد على راسنا، هم دولة طلعوا أثاري مجوس إيرانيين مع الأسف. فإحنا لازم من الآن نبدي ننظف كل، حتى لو كان علم، لو حتى كان عالم عراقي، إحنا يعني يعتبر هو من دفل إيران أو خدم إيران أو أصلا من إيران، خلاص انتهى انقطع الموضوع معه. شكرا جزيلا لك دكتورة ذكرى عبد الصاحب، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف. فيما تبقى من وقت في المحور الأول أستاذ شهود، قليلا نتحدث عن فيروس كورونا وانتشاره. ذكرت دكتورة ذكرى كلاما مهما، أن الصين ودول العالم الكبرى استنفرت كل طاقاتها في سبيل الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه بالوسائل العلمية والتقنية. في العراق يأتي معمم جايب علم أو ورقة مزورها بالنجف ويطلب أو يقول أنه هذه هي العلاج، أو مقتدى الصدر يخرج ليقول في تغريدة حتى لو اكتشفت الولايات المتحدة العلاج لن نتعامل معه، رغم أنه هو يغرد من تويتر الأمريكي، كما شيع قاسم سليماني في شيفرولي الأمريكية سابقا وسط هتافات كلا أمريكا. هذه الخرافات هل ستنجح في علاج فيروس كورونا؟ هذه الخرافات تؤكد أن وكلاء إيران في العراق هم ملكيون أكثر من الملك.
بالتزامن مع تصريح مقتدى الصدر بأنه لا يقبل علاج أمريكي، هناك عالم دين إيراني مشهور يقول إذا اكتشف الإسرائيليون علاج كورونا فنحن سنستخدمه ولا حرج في ذلك. مستعدون للتخلي عن شعار استمر 40 عام، الموت لأمريكا، مرق بر أمريكا والموت لإسرائيل، في سبيل مصالحهم. يعني يتخلون عن هذا الشعار في سبيل مصالحهم، ولكن وكلاءهم في العراق مستعدين أن يهلكوا شعب كامل فقط لأجل أن يثبتوا لإيران بأنهم يعادون أمريكا وإسرائيل. بلا شك هذه الشعارات وهذه الأقاويل وأيضا بعض الرجال الدين الذين خرجوا على المنابر وهم يتحدثون للآلاف بأن لا تلبسوا الكمامات، وهناك نحن في أرض مباركة لن نصاب بالمرض، وهذا عقوبة إلهية، ولا أدري من هذه الخرافات والخزعبلات، هذه الأمور سوف تسبب تفشي الوباء أكثر. سوف يعني أنا قد أحترم هذا الشخص وعقيدته، ماذا يقول ماذا يؤمن، ولكن لا تتسبب في إصابة الآخرين، لا تتسبب في انتشار المرض أكثر. نحن نرى اليوم أن العراق، لبنان، هذه الدول السبب الرئيسي لانتشار الفيروس كان إيران. صحيح. بسبب ماذا؟ بسبب أن الإيرانيين كان لديهم انتخابات، ولذلك قاموا بإخفاء الحقيقة ولم يكشفوا الأرقام الحقيقية حتى ينتهي الانتخابات، وبعدها خرجت الأمور عن السيطرة. عندما طالبنا بإغلاق الحدود مع إيران قالوا أنتم طائفيون، لماذا فقط إيران؟ لأن مركز الفيروس في إيران. الآن بعدما انتشر كل شيء يريدون أن إغلاق الحدود، وأيضا ليست مغلقة بل يتم تجاوزها دائما، لأنها تحت سيطرة الميليشيات. هذه الأوهام للأسف عندما تفشل، يعني أنت لديك السلطة لمدة 16 عام، فشلت في بناء المستشفيات، فشلت في تطوير القطاع الصحي، فشلت في توفير المستلزمات الوقاية للمواطنين، ما هو العلاج؟ الدعاء. اذهبوا توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أفكار الدول الرجعية المتخلفة، هكذا بني العراق، هذا العراق الذي وعد به العراقيون. طبعا المواطن العراقي هو يستحق أفضل الخدمات الطبية والمستشفيات التي كانت أصلا موجودة قبل ما أن يأتوا هؤلاء، يعني أصلا كانت البنى التحتية موجودة، ولكنهم لم يبنوا هذا الأمر، بنوا على حساب المستشفيات، بنوا أماكن العبادة، قاموا بتضخيمها، طبعا ليس لأجل العبادة، هناك يعني أمر مهم جدا يجب أن ندركه، هؤلاء لا يكترثون بالعبادة، هؤلاء يريدون بناء أماكن للسيطرة على الجماهير عقليا وتخديرهم، هذا هو الهدف الحقيقي. يعني الآن عندما يقومون ببث هذه الأفكار، الدعاء والأذكار وأنها تفيد وتقاوم، هذه لا تفيد، يعني لو كانت تفيد كانت أفادت إيران، يعني المركز الرئيسي خرجت من قم، وقم هو المركز الديني لهؤلاء. إذن كيف تريدون إقناع المواطن العراقي بأن هذه الخزعبلات تفيد ولم تفيد الإيرانيين؟ يعني يوميا هناك رأس من العلماء الإيرانيين أو رأس من الحرس الثوري يموت بالفيروس، كيف يموت هؤلاء وأنتم تريدون إقناع المواطنين بأن هذه الخزعبلات والابتعاد تعالجهم؟ والابتعاد عن الطرق العلمية والصحية، وأنه لا يوجد نظام صحي أصلا فيلتجئون إلى هذه الوسائل. تماما، هو مجرد تغطية للفشل، تغطية للفشل، لأن المواطن لن يبحث عن علاج، لن يبحث عن اختراعات، لن يبحث عن، وإلا بدل أن يقوموا، يعني طبعا أنت تعلم أن الجامعات العالمية علاج هذه الأمراض تخرج من الجامعات، تخرج من الطلاب، يفكرون يخترعون العلاج. نحن ليس لدينا هذا الشيء، نحن تم تهميش المجال الصحي والدراسي. العلاج ماذا؟ تعليق صورة السيد مقتدى الصدر في مستشفى الفلاني، توزيع عباءته على المصابين لعلهم يشفون، وإلى الآن لم نرى حالة شفاء واحدة حتى نقتنع نحن أيضا ونذهب إلى السيد وأمثاله ونطلب منهم الشفاء. طيب. والوقاية. أنا أكتفي معك في هذا المحور بهذا القدر أستاذ شهو. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود للحديث عن الضربات الأمريكية التي وجهت إلى مراكز ومقرات للميليشيات المنتشرة في بعض المحافظات العراقية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة في محورها الثاني، نتحدث عن الضربات الأمريكية التي وجهت إلى مقرات لميليشيا حزب الله والحشد الشعبي في
بعض المحافظات العراقية. إذا بدأت معك بهذا المحور أستاذ شاهو بقضية قراءتك لهذه الضربات الأمريكية لمقرات حزب الله العراق وميليشيا الحشد. قراءة حقيقة هذه كانت نتيجة فورية للهجمات التي قامت بها الميليشيات، وخاصة المتهم الرئيسي أو المتورط الرئيسي هو ميليشيات حزب الله العراقي، لأن قيادات هذه الميليشيات توعدت بأخذ الثأر وانتقام لقاسم سليماني، ومن غباء هذه الميليشيات يعني اختارت يوم ميلاد قاسم سليماني طيب. يعني ليس لديهم أي تكتيك عسكري أو استراتيجي، فقط حتى يثبتوا للإيرانيين بأنهم يهتمون لقاسم سليماني. هذا الرد الأمريكي أنا أتوقع أنه كان مجرد رد فوري، لإيصال رسالة واضحة بأن الأمريكيون لن يسكتوا بعد عن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية التي فيها مصالح أو جنود أمريكيين. وبالتالي الردود مستمرة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية فوضت القوات العسكرية للرد متى شعرت أن هناك تهديد محتمل، وبالتالي هذا الأمر يفتح أيادي القوات الأمريكية على أن تكون جاهزة وترد على الميليشيات العسكرية. هذا الرد رسالة واضحة للميليشيات بأنه لا يمكن بعد الآن أن تشكل خطر على القوات الأمريكية، ولا يمكن إطلاق التهديدات المستمرة. وأنا أتوقع أن يعني الرد الأمريكي والذي استهدف خاصة مراكز وأماكن لتخزين السلاح هو كان لتعطيل قدرة هذه الميليشيات لتنفيذ هجمات مستمرة مستقبليا، وبالتالي هذا الأمر إضعاف هذه الميليشيات يحقق أهداف كثيرة، منها أولا تحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق، ثانيا هذه تفيد الحراك الشعبي الموجود، لأن إذا تذكرنا هذه الميليشيات التي كانت تركب السيارات بدون أرقام وتهاجم الساحات وتقتل المتظاهرين وتقوم بتعذيبهم، وبعدها تقول هذه رسالتنا لكم، يعني رسالة الميليشيات، هذه الأطراف تتحمل مسؤولية قمع المتظاهرين، وبالتالي ضرب هذه الأطراف وإضعافها تفيد الحراك الشعبي المستمر وتفيد معنويات الشعب العراقي، لأنه يشعر أن الطرف الذي كان يقمعه الآن هو تحت الضربات، وبالتالي يتم إضعافه. هناك نقطة بهذه القضية، هل الولايات المتحدة جادة فعلا في تحجيم هذه الميليشيات؟ يعني ألا تعتقد أن الرد الأمريكي هو فقط رد تأديبي؟ لو كانت الولايات المتحدة تريد الخلاص من هؤلاء لقمعتهم وهي تصنفهم أنهم منظمات إرهابية، لماذا تنتظر أن تضرب ثم ترد؟ أتوقع أن الرد فعلا تأديبي، ولكن لأنه رد فوري، ولكن سيستمر هذا الرد سيستمر. لأنه حتى الإيرانيين اليوم تبرؤوا من هجوم التاجي، يعني تصور أن الإيرانيين عندهم ذكاء، لا يريدون توريط أنفسهم أكثر ولا يريدون تحمل مسؤولية غباء الميليشيات في العراق، ولكن الميليشيات في العراق تريد أن تتورط أكثر، وهي تريد أن تشعل الساحة العراقية. نحن قلنا منذ اليوم الأول للمظاهرات عندما فشلت كل أساليب القمع وإنهاء التظاهرات، ظهر طريقة أخرى لدى الميليشيات، وهو تحويل العراق إلى ساحة صراع إيرانية أمريكية لإنهاء زخم المظاهرات. هذا الأمر إلى الآن مستمر، يعني إلى الآن الميليشيات تحاول خلق صراع حتى تنهي المظاهرات وتقسم الناس، كما في البيان الأخير اليوم لحركة النجباء أعلنوا أن كل من يؤيد هذه الضربات الأمريكية هو خائن وعميل ويستحق القتل. وهذه رسالة إلى المظاهرات أنه سيكون أيضا هناك عملية تصفية، تهديد مباشر. بلا شك تهديد مباشر لكل يعني لأغلبية المواطنين الذين فرحوا بهذه الهجمات. يعني لماذا يفرح المواطن العراقي بهجمات إسرائيلية أمريكية على الميليشيات؟ بسبب تصرفات هذه الميليشيات، تعامل هذه الميليشيات. يعني نحن إذا رأينا، لا نذهب إلى السنوات الماضية وجرائم الطائفية التي ارتكبوها، إذا نعود أشهر إلى الوراء نرى أنهم ارتكبوا جرائم عدة بحق المتظاهرين، وبالتالي هذا يبرر الفرح الموجود عند طبقة من الشعب العراقي، يرى أنه هناك إيجابية في تحجيم هذه الميليشيات. ولكن النظرة الأمريكية بلا شك للميليشيات يختلف عن نظرة المواطنين العراقيين للميليشيات، ولكن إذا كان هناك تلاقي للمصالح، يعني إذا كان الرد الأمريكي يفيد المواطن العراقي في تحجيم هذه الميليشيات التي تسببت ضررا كبيرا للمواطنين العراقيين وتريد خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، فهذا أمر جيد وإيجابي. وأتوقع أن الرد الفوري جاء طبعا بشكل فوري،
ولكن كما حصل في عملية مقتل القاسم سليماني، نعم، في البداية قصفوا القاعدة العسكرية في المناطق الحدودية في القائم، نعم، نعم، بعدها قاموا بتصفية قاسم سليماني، وبالتالي هناك رد فوري وهناك رد نوعي قد يأتي. هل تتوقع يعني أن يتم رصد بعض الشخصيات أو القيادات في الميليشيات كما استهدف سليماني على سبيل المثال؟ بلا شك إذا كانوا يشكلون خطرا، لأن قاسم سليماني طبعا كان يدير مخطط ل يعني تنفيذ انقلاب كبير في العراق واستهداف القوات الأمريكية بشكل أوسع، نعم، ولذلك تم استهدافه بشكل فوري حتى لا يقوم بتنفيذ هذه السيناريو، نعم، يعني يكون هناك أضرار كبيرة للجانب الأمريكي، نعم. هذه المرة ليس فقط الأمريكان هم متحمسون لضرب، نعم، الميليشيات، بريطانيا أيضا دخلت، نعم، على الخط لأن هناك جندي بريطاني مقتول أيضا، صحيح. والتعاطف الدولي قد يكون أوسع هذه المرة بسبب أن الضحايا هم أمريكيون وبريطانيون، إذا الاستهداف كان للتحالف الدولي وليس مجرد، نعم، للولايات، طيب، المتحدة الأمريكية. التلفزيون الرسمي الحكومي قال بأنه الحكومة في العراق تعتبر أن هذه الضربات الأمريكية اختراق للسيادة. طيب ما الذي تفعله الولايات المتحدة في العراق إذن؟ إذا كانت فقط الضربات هي اختراق للسيادة من وجهة نظر هذه السلطة؟ هذه مجرد لرفع الحرج وإثبات للميليشيات أننا تدخلنا وتحدثنا وأثبتنا أن هذه الهجوم هو هجوم، نعم، يمس بالسيادة العراقية، وإلا أثناء هجوم التاجي، نعم، الرئاسات الثلاث أكدت أنه هو اعتداء إرهابي، نعم. ماذا يعني اعتداء إرهابي؟ يعني الطرف الذي قام بالهجوم إرهابي، إرهابي. يعني الطرف الذي قام بالهجوم ليس هناك فرق بينه وبين تنظيم داعش، صحيح. إذن التحالف الدولي الذي جاء لمحاربة الداعش، نعم، بهذا التوصيف الذي وصفه الرئاسات الثلاث، نعم، يبرر أيضا استهداف الميليشيات كتائب حزب الله، صحيح، وباقي الميليشيات نجباء والخراساني وهذه الميليشيات الموجودة، نعم. هذا أولا. ثانيا، ميليشيات كتائب حزب الله عندهم تصريحات سابقة، نعم، يقولون بأن ولاؤنا لخامنئي ونحن نؤمن بمشروع ولاية الفقيه، نعم. أكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء يقول في تصريح له أننا نرى أن ولاية الفقيه هو الطريق الحق، وخامنئي يقود إيران والعالم الإسلامي، نعم، ونحن بالملتزمون بإطاعة أوامر خامنئي وليس الحكومة العراقية، نعم. هذه الميليشيات تؤكد أنها مرتبطة بإيران وتعلن هذا الولاء ولا تنحرج من ذلك، فلماذا الحكومة العراقية تتدخل عندما تكون المشاكل بين أمريكا وبين المحور المقاومة؟ أنا قلت منذ اللحظة الأولى للقصف أن إيران مطالبة بالرد على أمريكا وليس الحكومة العراقية، لماذا؟ لأن الهجوم استهدف جزء من محور المقاومة، لا علاقة لهؤلاء الميليشيات بالعراقيين والعراق يعني أي مواطن عراقي أو أرض العراق أو وطن العراق، هذه ميليشيات إيرانية اليوم في غد، أمس كانوا في إيران، نعم، اليوم في العراق، غدا في سوريا، بعد غد في لبنان، صحيح، وقد يذهبون إلى اليمن. المسؤولون الأمريكيون قبل قليل تحدثوا قالوا بأنه تم التنسيق في الضربات مع القيادة العراقية، مع الجانب العراقي. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الموضوع؟ يعني الولايات المتحدة تتحدث عن تنسيق عراقي أمريكي أو أمريكي عراقي، والحكومة في أو السلطات في بغداد تقول بأنه هذا خرق للسيادة. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه التصريحات؟ هناك غضب داخل الميليشيات تطالب الحكومة العراقية بموقف جدي، ولذلك الحكومة تصدر هذا البيان، وأنا أتوقع أن البيان الأمريكي أو التصريحات الأمريكية هي دقيقة كاملا، يعني كان هناك تنسيق أيضا مع الجانب العراقي، وبالتالي عندما تغضب الحكومة العراقية وتنشر بيانات تدعي بأنها حريصة على السيادة، هذا فقط لرفع الحرج وتؤكد أنها حريصة على السيادة العراقية، وإلا دور الحكومة العراقية، الميليشيات يضربون القاعدة الأمريكية، الحكومة نائمة، أمريكا ترد على ميليشيات، الحكومة نائمة، بعد ساعات كثيرة يخرج تصريح حكومي يتحدث عن الأمر وكأنه كان شيئا لم يحصل، يعني هذا مس بالسيادة وينتهي الأمور. الحكومة العراقية لا تستطيع حماية السيادة في العراق، نعم، الحكومة العراقية ليست لديها هذه السلطة والقدرة، لأن الأطراف الموجودة داخل العراق هي أطراف أقوى من الحكومة العراقية، وبالتالي قد يكون التنسيق مجرد إخبار الشخص، يعني أنت تقوم عندك النية الكاملة وجاهز وتريد القيام بالعملية، ولكن تعطي إشعار للحكومة العراقية بأننا سوف ننفذ الهجوم فقط، ليس لانتظار الموافقة، لأن الحكومة العراقية أضعف من أن تعرقل عمل الميليشيات أو عمل القوات الأمريكية، وبالتالي الطرف الأضعف هو الحكومة العراقية،
والحديث عن السيادة هي مجرد لرفع الحرج ولإثبات موقف الحكومة أمام إيران وأمام وكلائها في العراق بأنها تدخلت وتحدثت عن الموضوع. طيب يعني الميليشيات، إذا تحدثنا قليلا عن الميليشيات وتوجيهها للضربات الأمريكية، هذا الاستهداف المتكرر، هل فعلا نحن في إطار أو داخلون هنا في قضية المقاومة، هذا التوصيف، أم أن الموضوع يعني سمعنا سابقا من قيادات في الميليشيات أن الولايات المتحدة عندما كانت تعاني هذه الميليشيات في قتالها مع تنظيم الدولة من عبور منطقة كانوا يتصلون بالولايات المتحدة لكي تفتح لهم الطريق، هذا التعاون الأزلي ما بين الميليشيات وما بين الولايات المتحدة، لماذا الآن تحول إلى مصطلحات المقاومة وهذه الضربات التي أيضا كما حدث مع الضربة الإيرانية سابقا كانت عبارة عن مجموعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة؟ يهاجمون ويتهمون من يفرح بهذه الضربات بأنه يفرح باعتداء أجنبي على إخواننا في الوطن. نعم. ولكننا لا نعلم لماذا لم يتذكروا هذه المقولة عندما ركبوا الدبابات الأمريكية وعند 2003 وجاءوا وسيطروا على الحكم ضد المواطن العراقي. في الحقيقة الميليشيات لم تكن تستطيع أن تحرر شبر واحد من الأراضي لولا الدعم الأمريكي الكامل ولولا القصف الأمريكي، وأصلا هم يعني الأمريكان كانوا يخصفون المنطقة وهم يدخلون ويأخذون صور السيلفي ويقولون حررناه. نعم. هذا الأمر كان واضح صحيح. وهم حتى لا ينكرون هذه الحقيقة. وراء كل هذا الأمر بعد أن جئت فوق الدبابة الأمريكية وبعد أن نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت إلى الحكم وسمحوا لك بأن تقوم بتأسيس ميليشيات وأيضا حاربت معهم داعش، تأتي لتتحدث عن المقاومة ومقاومة أمريكا وعدم الخضوع للاحتلال وطرد الاحتلال، هذه الأمور حتى الأطفال لا يمكن أن يقتنعوا بها. لأن الجميع يسأل لماذا لم تكن هذه القيم والمبادئ موجودة في السابق؟ لماذا قبلتم بدخول المحتل الذي تعتبرونه محتلا وركبتم فوق الدبابة لإسقاط النظام العراقي السابق؟ لماذا وافقتم على تعاون أمريكي لمحاربة داعش؟ يعني لولا التعاون الأمريكي، ليس تعاون أصلا، لولا التدخل الأمريكي المباشر، يعني أمريكا والتحالف الدولي تدخلت بشكل مباشر وقوي. الميليشيات ليست لديها هذه القوة، يعني قاسم سليماني كان على الأرض والطيران الأمريكي هو الذي يغطي ويقوم بقصف المناطق العسكرية. وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم أن يسوقوا هذه البضاعة، بضاعة المقاومة علينا أو على الشعب العراقي، لأن الجميع أدرك أن حتى لو كانوا مقاومين أبطال شرفاء يقاتلون المحتل الأمريكي، ما دام تصرفاتهم قمعية وقتل وفساد سياسي وإداري ومالي من المواطنين، المواطن لم يعد يتعاطف معهم. يعني حتى لو مرروا هذا السيناريو على الشعب العراقي، الشعب لم يعد يكترث بهذا الأمر، لأن هذه التصرفات ليست تصرفات مواطنين. هذه يعني أن تنقذني حتى تأخذ ثرواتي وتقول أنا، يعني إلى الآن يقولون نحن حمينا أعراض المواطنين. لا أدري من حمى أعراض المواطنين. هؤلاء لم يفعلوا شيء. هذه المصطلحات والجمل ينهب من خزينة الدولة العراقية مليارات الدولارات نظير هذه الجمل التي تقال. بلا شك المناضل الحقيقي، المناضل الحقيقي لا يأخذ مقابلا أمام نضاله، المناضل الحقيقي الصادق المخلص يقوم بالنضال ويعود إلى بيته لا ينتظر شيء. ولكن هؤلاء لم يناضلوا في سبيل المواطنين، هؤلاء ناضلوا في سبيل نهب خزينة الدولة، هؤلاء ناضلوا في سبيل تأسيس ميليشيات السيطرة الكاملة على المدن. يعني الآن المدن التي يعتبرون أنهم حرروها من داعش، الآن هناك تفريغ كامل للمكونات، المسيحيين يهربون، اليزيديين يهربون، سيطرة كاملة على المناطق، لا يمكن، لا يوجد حرية، لا يوجد أمان واستقرار. يعني نفس الذي كان في زمن داعش الآن يعاد تشكيله ولكن باسم آخر، نحن أنقذناكم. طيب هناك نقطة أيضا أود أن نتحدث بها، عملية نشر مخازن الأسلحة داخل المدن، داخل الأحياء السكنية، هل هي محاولة من الميليشيات لجعل البشر الموجودون حول هذه المخازن دروع بشرية ولكي يدخل أو تدخل الولايات المتحدة في حرج دولي إذا ما قامت بقصفهم وتسببت بوقوع خسائر مدنية؟ طبعا لا يكترثون أصلا بالإصابات أو المدنيين، ورأينا أثناء الحرب على داعش كان الهدف هو التحرير السريع على حساب الدماء والأشلاء. يعني هذا الأمر نحن رأيناه. الآن مجددا
إذا استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القواعد أو هذه مراكز جمع الأسلحة داخل المدن، بلا شك سيصاب مدنيين جراء هذا القصف، وبلا شك الميليشيات تستفيد من ذلك لكسب تعاطف أولا الشعب العراقي، وثانيا خارجيا بأنها تسوق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بقصف وقتل المدنيين، ولكن لا تكترث في المقابل لأرواح الضحايا الذين يموتون. طبعا كيف يتم اصلا وضع مخازن أسلحة داخل المدن؟ يعني هذا السؤال الأهم. في الفترة السابقة جميعنا نتذكر انفجار العديد من صحيح. هذه الأسلحة، اعتاد الأسلحة، والضحايا كانوا كلهم مدنيون. لا يعلمون ذلك، بعضها سرية وبعضها علنية، ولكن ماذا يفعل المواطن إذا كانت الدولة، يعني إذا كان وزير الداخلية مرة توجه لي منطقة جرف الصخر ليرى ماذا به فاعتقلوه الميليشيات، يعني إذا كان وزير الداخلية عاجز عن التعامل مع الميليشيات فكيف بالمواطن يستطيع أن يواجه هذه الميليشيات الطائفية؟ المواطن هو الحكومة، هي الطرف المعني أو الطرف الذي يجب أن يتحمل مسؤولية إزاء هذه الممارسات الغير إنسانية والغير قانونية، ولكن بسبب عجز الحكومة ملأوا المدن بمراكز جمع الأسلحة وهم جاهزون للسيطرة على المناطق وترهيب الناس. طبعا هو جزء من سياسة ترهيب المواطنين حتى يسكتوا، وجزء من أخذ الأتاوات من التجار لأنهم لديهم أسلحة، وأسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، ولديهم أسلحة قوية مثل الدول، وبالتالي هذا الأمر يعرقل الاستهداف الأمريكي أو استهداف أي طرف آخر لهذه مراكز الأسلحة. ولكن إذا شكلت خطر، إذا شكل خطر حقيقي مستقبلا، أنا أتوقع أن حتى الطرف الآخر لا يكترث بأرواح أو المدنيين الموجودين لأنه يهتم بمصالحه أكثر من مصالح الآخر. موضوع تكرار الضربات الأمريكية بعد هذه الردود الأمريكية التي تأتي على الميليشيات بمراكزها وبمخازن عتادها، هل سيكونون مستمرين في عملية استهداف القواعد الأمريكية؟ أقصد هنا ناحية الجرأة، هل لديهم بقيت هذه الجرأة في ظل خوف قياداتهم؟ يعني شاهدنا قيس الخزعلي في آخر رسالة لديه أرسلها من هاتف، صورها من هاتف جوال، عملية اختفائهم، عملية ذهابهم إلى إيران. يعني هل هذه الميليشيات الفكرة من ضربها للولايات المتحدة فقط لإدخال العراق أو العراقيين في صراعات أو تعرضهم للخطر نتيجة الرد الأمريكي؟ بعض الأطراف وخاصة الأطراف السياسية أخذت الرسالة وتعلمت، منهم مقتدى الصدر إذا تذكرنا في الهجوم السابق. مقتدى الصدر طالب بمليونية لمحاربة الولايات المتحدة الأمريكية، وحرض لاقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وكانت النتائج كارثية بالنسبة لهم، مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. صحيح. هذه المرة الآن في أول رد فعل لمقتدى الصدر يدعو إلى السلم، يدعو إلى السلم وتجنيب العراق المصائب والمشاكل في خطاب غريب. يعني هو للعلم هو قالها سابقا، قال أنا لا أهتم بما تفعله الولايات المتحدة في العراق إن بقيت أو رحلت. هذا الآن الذي يتحدث عن الرد على الولايات المتحدة. بلا شك أنا أقصد أن الرد تغير، الأسلوب تغير في التعبير عن الرأي، يهتم بالسلام مع العلم كان يهدد المتظاهرين ويقتلهم بجرة أذن، الآن يقول للأمريكيين ندعو إلى السلم والسلام. وبالتالي هو من الأطراف التي أخذت الدرس وتعلمت أن الرد الأمريكي قد يكون أعنف في المستقبل. ولكن أتوقع أن الأطراف الأخرى وخاصة من تلتزم بالقرار الصادر من إيران، خاصة من خامنئي، سوف تستمر بتنفيذ الهجمات لأنها تعتقد أن هذه الهجمات العبثية، يعني أي عاقل يفهم أن لا يمكن مواجهة القدرة العسكرية الأمريكية بصواريخ الكاتيوشا. يعني أوكي نجحت في قتل جنديين 3-4، ولكن في المقابل هم يدمرون كامل عتادك العسكري. هؤلاء ليس لديهم هذا الفكر الاستراتيجي. هؤلاء لديهم أوامر تأتي من الخارج، أسلحة تأتي من الخارج، أوامر تأتي من الخارج، ضغوطات إيرانية مستمرة. طبعا إيران الآن تعاني من مشاكل اقتصادية، مشاكل كورونا، فقدان قاسم سليماني الذي كان أحد الأذرع الرئيسية لديه في الخارج. هذه المشاكل التي تعاني منها بسبب العقوبات الأمريكية. إيران تريد أن ترسل رسائل إلى أمريكا حتى تخفف هذا الضغط. هذه الرسائل كيف توصلها؟ عن طريق هذه الميليشيات والقصف الذي يقومون به في العراق لتشكيل ضغط عليهم وإخراجهم من العراق. هذه الميليشيات للأسف لا تفكر بشكل عقلاني ولا تكترث لمصالح العراق والعراقيين ومصالح المواطنين. وبالتالي أنا أتوقع أنها قد تستمر، يعني بعض أطرافها قد تستمر في استهداف القوات الأمريكية دون أن تشعر بأن الرد الأمريكي قد يكون قاسما في المستقبل.
أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شهوة القرداغي الكاتب والباحث السياسي معي في الاستوديو في هذه المتابعة الخاصة. وكذلك مشاهدينا الكرام نشكر الدكتورة ذكرى عبد الصاحب عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كانت معنا عبر الهاتف من بغداد. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في متابعة خاصة، إلى اللقاء.